السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، اللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. عايز أبدأ من عند هاني حتحوت. أنا هتحط بيدافع عن أحمد سيد زيزو. كرة أحمد سيد زيزو اللي ضيعها ضربة الجزاء مفيش أي حد يلاقي ليها أي مبرر غير الاستهتار، غير التنطيط، غير الفزلكة، غير الرسم، غير أنا هعمل حاجة. فهاني حتحوت كان عامل مداخلة مع الكابتن محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق، وقال لك إيه؟ أنا يمكن عندي تفسير يا أستاذ يا كابتن محمد يا كابتن صلاح، إن زيزو ضيع هذه ضربة الجزاء لأنه حس إن الزمالك فقد اليد العليا في المباراة أو السيطرة أو فقد الثقة بعد ما لعب نادي بيراميدز بعشر لعيبة لمدة مثلا 100 دقيقة أو أكتر، فحب يلعبها بالشكل ده ها عشان يوصل للعيبة نادي الزمالك إن إحنا إيه الثقة ترجع تاني. الثقة يا أستاذ هاني ترجع في حالة إن اللاعب يسجل الهدف بأي طريقة، بقوة في الشبكة، يفرتك الشباك، يفرتك، المهم انه يسجل هدف، هكذا تعود الثقة للعيبة. لكن يا فرحتي انا هعملها كده، طب الف في اخر الدنيا ليه؟ ما ودني اهي ليه اعملها اهي؟ ليه يعني؟ هل هو عملها بالدفاع عن ايه ده كمان يا اخويا؟ في نفس الوقت كان بيتكلم عن مارك كلاتنبرج، يقول لك انا رغم ان عندي ثقة كبيرة ان التحكيم المصري والسنين اللي فاتت كان ظروفه وبتاعه ومش عارف ايه، هو ده مش هيجي من يوم وليلة، محتاج على الأقل سنة سنتين علشان نقدر نرجع تاني للتحكيم المصري ونعرف يبقى فيه ثقة وفيه مش عارف ايه. وهنيجي موضوع التحكيم المصري والثقة في كلام هاني سعيد، والله حاجات كوميدية. ده احنا بنشوف على شاشة التلفزيون برامج كم تناقضات رهيبة. هم ما احنا هتقول وده برضو بما اني جبت خبير اجنبي عايز الخطوات تبقى سريعة. في ايه انت بتقول سنتين؟ يا ان المشكله عندك، بيقول هو بيقول المشكله عندي في الحكام مش في خبير التحكيم، فمحتاج وقت، وبرضه عشان بدفع دولار فلازم الخطوات تكون سريعه. لما انت عندك نادي شغال وبيجيب لعيبه وبيدفع وبتاع وملايين وما حققش حاجه، اشمعنى في التحكيم كله مثبت؟ يعني بتسيب الراجل يشتغل، انه راجل هيشتغل وعليه الضغوط دي؟ يعني نادي الزمالك جايب لعيبه زكريا الوردي زي نضاي، مش دي فلوس؟ هل في تغيير حصل؟ ده الزمالك كان وقف قيده كان احسن من هو موجود دلوقتي. لما يعني بتسمعش صوتك، اشمعنى هنا عادي ولا حد بيحاسب رؤساء الانديه ولا حد بيحاسب التعاقدات ولا حد بيحاسب حد؟ لما في التحكيم المفروض يا عم تعالى روق معانا، طلباتك يا عم مارك جلات عشان التحكيم يرجع تاني تمام وزي، لكن لازم ندافع عن الزمالك وندافع عن زيزو. لاعب مستهتر، بس هو لعبها كده علشان هو غرضه. يا سلام يا لالي يا لالي، زي مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني اول امبارح اولت امبارح كان جايب زي ما قلت لحضراتكم الخبير في اللوائح الاستاذ محمد بيومي اللي غرق نادي الزمالك في قضيه نادي، مع احترامنا لشخصه طبعا، اللي مرتضى منصور قال له بالسلامه مش عايزك معانا في الملف بتاع نادي القرن، اللي ضرب غطس الملف ضرب غطس ولسه ما طلعش بتاع نادي القرن والشكوى في الفيفا للزمالك هو الاحق. مجدي عبد الغني كان جايبه وقال لك ايه؟ كهربا مش هيلعب غير لما يدفع الغرامه. نفس الوقت قال لك لو كهربا اعتزل النادي الاهلي هو اللي يدفع الغرامه. فالنهارده وصل جواب من اتحاد الكوره بيقول للنادي الاهلي من وليد العطار ان من حق اللاعب المشاركه، كده قال نصا، من حق اللاعب المشاركه وعلى النادي الاهلي الالتزام بلوائح الفيفا وكلام. حلو الكلام. فالاستاذ مجدي عبد الغني قال لك حاولنا نتصل بالاستاذ الخبير التحكيمي محمد بيومي بس على ما يبدو ان هو نايم. ما طبعا هيطلع يقول لك ايه كلامه طلع غلط، قلت مش هيلعب وديها هيلعب، هيطلع يقول لك ايه يعني، او على الاقل يمكن انتوا ده انتوا كمان يعني المفروض تحسنوا اختيار الناس اللي بتدخل معاك. ان هم قال لك جبنا معانا الاستاذ طلال خبير اللوائح ومستشار وزير الرياضه. فالاستاذ قال لك هنا الاستاذ طلال بيقول لك قال لك هنا وليد العطار بقى عاوز يعمل مطب للنادي الاهلي. ليه يا استاذ طلال؟ قال لك مصلو كتب في نهايه الجواب وعلى النادي الالتزام بقرارات الفيفا. تمام، وانا ما مالي، هو الفيفا خاطبنا انا؟ خاطب النادي الاهلي؟ الفيفا خاطب اتحاد الكوره، وانا علشان يبقى ميدي مستند محدش يقدر يجي ناحيتي، فلازم اخد هذا الكلام من بق اتحاد الكوره، وبق اتحاد الكوره هو الخطاب اللي جاي من وليد العطار، وذكر فيه نصا يا استاذ
طلال انه من حق اللاعب المشاركه ومن حق النادي الاهلي مشاركه اللاعب، قال كده من حق، الجواب بيقول كده، بيقول كده، قال الوقف انتهى ومن حق اللاعب، وفي اجتماع تاني لجنه مش عارف انضباط يوم 2 فبراير، قال الجواب كده. مسيك لا، اصل دي ممكن تكون تركايه علشان يخلي مسؤوليته، لا مش هيخلي مسؤوليته، لانه قال نصا بكلام واضح وصريح ان من حق اللاعب المشاركه مع النادي الاهلي في المباريات، قال كده نص من حق اللاعب، قال كده نص. نقول ايه تاني؟ اصل هو عاوز يعمل، وانت لازم امال ده عندنا لك اه ممكن كده بقى عاوز يعمل ايه، فخ للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي، فالتاني يقول لك لا النادي الاهلي اه يعني اشطر من انه يقع في هذا الفخ، ده عنده مجموعه من القانونيين فاهمين ومش هيشرك اللاعب اللي متاكد من. طب ما هو في بعد كلام الاتحاد المصري، الاتحاد المصري شيل الليله، انا مالي، انا مالي، امال انا بخاطب الاتحاد المصري ليه يعني؟ فمجدي عبد الغني بدل ما يجيب حد يطمن اللاعب لا ما يفرقش معاه، ولا المداخلات دي مع احترامنا لها 30 لازمه يعني. الاستاذ محمد سعيد مقدم برنامج الترند والصحفي لمصادر مقربه في الاتحاد الافريقي، قال لك ايه؟ الاهلي من دوري ابطال افريقيا الكاف سي ال الى قمه المشاركه في دوري السوبر الافريقي الاي اس ال، قال لك الاسم الرسمي لدوري السوبر الافريقي الاي اس ال افريقيا افريكان سوبر ليج، كل التوفيق للنادي الاهلي النادي الوحيد، والزمالك ضربه مش موجود، مش السنه الجايه بقى ممكن نشوف القصه والدنيا رايحه فين. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله مباراه سموحه بكره النهارده، خلاص كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ونتخطاها ونوصل للنهائي ونفكر في مباراه بيراميدز، لكن عندنا بعد مباراه سموحه مباراه مهمه امام نادي الزمالك. الزمالك في حاله صعبه جدا، الكلام ده انا قلته لحضراتكم بقالي دلوقتي يمكن داخل على شهر، بعد الفرق ما كان وصل لست سبع نقاط مع نادي الزمالك وبعد كده رجعنا تساوينا، قلت انت كلعيبه المفروض تستغل هذا علشان تضغط على اللعيبه، تضغط على الاداره، تضغط على المدير الفني. خساره الزمالك من بيراميدز اليوم اثرت كثيرا على مجلس اداره الزمالك، على اعلام نادي الزمالك، على فيريرا. النادي الاهلي ولاعيبته بعد رب العالمين طبعا ان شاء الله بتوفيق رب العالمين، في حاله فوز النادي الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز يا رب اللهم امين، فدي هتبقى ممكن تكون نهايه فيريرا في النادي الزمالك زي ما قلت قبل كده، خلاص هو مش متحملين، وبدا كله ينط بالمركب، بدات برحيل اسامه نبيه من مجلس اداره فيريرا، وهو الاوفر حظا في العوده، يعني لو في حاله مثلا فيريرا مش هو اللي هيجيبوه بشكل مؤقت كده لحين التعاقد معاه، او ممكن مرتضى يقول لك يلا كمل انت يا اسامه بتاع لحد ما اسامه يقع ونجيب مدرب اجنبي، لكن في كلا الحالات مباراه النادي الاهلي القادمه ستحدد مش بس مصير فيريرا، ستحدد شكل نادي الزمالك في بطوله الدوري، حتى كمان في بطوله دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي يكون حاطط دماغه هذا الامر، هيسهل عليه كتير في مشوار الدوري، الزمالك لو وقع خلاص الدوري بقى بتاعك، مباراه هتفرق معاك، لكن لو اتسهلت او تهاونت او المباراه ما اشتغلتش عليها بشكل جيد هنرجع تاني نخلص، الزمالك كسب فخلص فرق النقاط بقى نقطتين، دلوقتي هيبقى في فرق نقاط 8 نقاط، ويبقى قصه الدوري الكاس ضاع والدوري شكله ضايع، ففريرا انت لازم تاخد بطوله فنجيب واحد تاني، فاتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تستغل هذا الامر بشكل جيد. زي ما قلت لحضراتكم ان عبد الله عمرو السولية هيغيب عن مباراه النادي الاهلي وسموحه بناء على تعليمات الجهاز الطبي بسبب انه اصابه في المران، وفي نفس الوقت مش عايزين نجازف بيه علشان الاصابه ما تزيدش، فاللاعب عايزينه لمباراة نادي الزمالك بإذن رب العالمين يوم 21 الساعة 8 مساء، اتأجلت طبعا ساعة ونص، كانت المفروض تبقى 7 هتتلعب الساعة 8 ونص يعني. زي ما بقول لحضراتكم طارق يحيى بيتكلم بيقول اللعيبة مش هي، والكلام ده قلناه قبل كده، لكن محمل فيريرا هذا الأمر واللعيبة مش في تركيزها، وأنت لازم تكون تقفل فين مش قافل على الفرقة ليه والكلام ده كله إيه ده؟ يقول لك ما في جمهور الزمالك غاضب واحنا غاضبين والمباريات اسوأ فاسوأ ومش شايفين اي شيء من لعيبه في الملعب وتغييرات المدير الفني متاخر ومظلوم ومذهول من اللي بيحصل المدير الفني واللعيبه في خارج تركيزها واللعيبه مش عارف ايه. طب وده اللعيبه في خارج تركيزها ده شغل فريرة ولا شغل ابن صاحب العزبه؟ شغل امير مرتضى منصور، لكن احنا بنحمل فيريرا كل شيء، هو اللعيبه لما راحت عملت ليزر وطلعت ده شغل فيريرا ولا شغل اداره الكوره؟ طب فين الكابتن مصطفى الكابتن اسماعيل لكن لا فيريرا، فكل اللي انا بتكلم بيقوله
الاعلام الزملكاوي والصحفيين ومرتضى هيطلع يكلم طارق يحيى، وطارق يحيى قبل مباراة الزمالك كل ده مفيش فيه كلام تاني غير ان الزمالك خلاص في مرحلة السقوط يعني. فاتمنى النادي الاهلي يكمل لعيبته بقى يلعبوا ويدوسوا في المباراة، كسبت خلاص، كسبت المباراة الدنيا، هم مع نفسهم بقى، هم هيفكوا من بعض، كل واحد هيروح في سكة، والجمهور هيضغط على مرتضى، ونسمع بقى ونقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة يعني. طبعا الخبير التحكيمي طلع قال لك واكد كان نفس الكلام اللي قاله ياسر عبد الرؤوف محلل قناه نادي الزمالك، ان طرد علي جبر غير صحيح وباطل، لان سيف الدين الجزيري دافع اللاعب احمد سامي، فاحمد البنا كاد ان يخربها. لكن في نفس الوقت بقى من الاخطاء التحكيميه الفجه لما تلاقي المدير الرياضي طالع هاني سعيد يتكلم عن ليه جبته امام النادي الاهلي حكم اجنبي وما جبتش مباراه الزمالك حكم، قال لك لا عندنا ثقه في التحكيم المصري. يا راجل ده انت لسه مالك سالم الشمسي مقدم شكوى في التحكيم. قال لك وبعدين ما الحكم البنا من الحكام الكفء والحكام المحترمين والحكام اللي ما فيش فيه يعني، الطرد سليم يا هاني؟ طب تخيل بقى ان الطرد ده لو موجود في مباراه للنادي الاهلي كنت طلعت صرخت يا هاني، والظلم التحكيم والتحكيم المصري والتحكيم مش عارف ايه. ثم السؤال اللي لازم يطرح نفسه، انت ايش عرفك اساسا انهم كانوا انت عندك ثقه عمياء في البن، انت ايش عرفك اساسا انهم كانوا يختاروا البن؟ هل انت طلبت البن يقول لك اه هنجيب لك البن؟ تعيينات الحكام ما بتبانش قبل المباريات الا بثلاث اربع بيومين، بيومين او على الاكثر، هم يومين 48 ساعه. انت ضمنت منين انه كان يجيب لك حكم البنا؟ ما كان ممكن يجيب لك اي حكم تاني يخرب لك الماتش يعني. لا لا احنا ثقتنا والبن او اي هاتش في اي ناتش يعني. الحاج محمد مصلحي من خلال بيان نادي الاتحاد السكندري قال لك استقبل الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اليوم اللاعب الفريق الاهلي لكره القدم محمد محمود عقب انضمامه رسميا لصفوف زعيم الثغر، ورافق اللاعب وكيله نادر شوقي، حيث حرص رئيس النادي على دعمه وتحفيزه من اجل تقديم اداء مميز مع نادي الاتحاد السكندري خلال المباريات القادمه. وأشاد رئيس النادي كثيرا بقدرات اللاعب الفنية، وأكد على ثقته الكبيرة في قدراته على استعادة مستواه المعهود والذي أشاد به الجميع من قبل، وأكد أن اللاعب إضافة كبيرة لصفوف زعيم الثغر هذا الموسم، وتمنى له التوفيق مع نادي الاتحاد السكندري. كل التوفيق للاعبينا إن شاء الله. نيجي للموضوع الأهم هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد قمة الاستهانة بنادي بيراميدز. سامع يا سالم يا شمس يا مستثمر؟ سامع يا شغالين في بر، سامع يا تركي آل الشيخ؟ راجل نادي احتضن ودفع له اعلى راتب، جدد له عقده تمام التمام، ويطلع عبد الله السعيد لبرنامج الماتش الهاني حتحوتي يقول لك ايه؟ اريد الانتقال لنادي الزمالك، ومفاوضات الزمالك مع البيراميدز لا زالت مستمره، وبنتظر نفسي بنتظر التوصل لاتفاق بين الناديين، وانا رغبتي واضحه، رغبتي ان انا انتقل لنادي الزمالك، عايز العب لنادي جماهيري كبير، وده هيفيدني علشان يجدد دوافعي ونشاطي في اللعب، وانا مش عايز اكون زي الموظفين، يعني هو شايف الكلام ده انا قلت لحضراتكم ولا لا؟ ها؟ قلت لحضراتكم اللاعب بيروح بيراميدز كانه طالع عاره موظف، قعد لي سنه سنتين اكون نفسي واخلع على اي نادي تاني، وعبد الله سعيد قال صراحه هو بيقول دلوقتي ان انا زي الموظفين، ولاعبي نادي بيراميدز حاليين في نادي بيراميدز موظفين. ما عندهمش دوافع، قال لك انا مش عايز اكون كالموظفين، واتمنى ان يتفهم بيراميدز موقف. خلاص خدنا التعاقدات والجرشينات والفلوس وبتاع، بقى عايزين نرجع تاني للجماهير تشيلنا على الاعناق. يا سلام، هو عبد الله السعيد هو عمره ما هيتغير، زي ما قلت لحضراتكم بعد بينط من المركب على غرار اسامه نبيه، ايضا احمد عبد المقصود بيتقدم باعتذاره لنادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك علشان ينضم الجهاز الفني نادي البنك الاهلي مع امير عبد العزيز. حسام حسن مباراه النادي الاهلي وبكره وسموحه، حسام حسن طبعا عنصر اساسي مع طارق ومعار من النادي الاهلي لسموحه 6 شهور، هتلاقيه بيطلع نار من بقه حسام حسن امام النادي الاهلي، ممكن هو اللي يطلعنا من الكاس، ربنا يستر علينا، اللهم امين يا رب العالمين. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.